في هذا الزمن الصعب تجرأ أناس لم يشموا رائحة العلم وظهروا على الإعلام والفضائيات وأمام كل الدنيا يقولون إن كل قضية الإسراء والمعراج وهم بوهم. معنى كلام الفاسد أن أمة محمد أمة ضالة مضلة جاهلة غافلة، يعني من 1400 سنة عايش على الوهم لليوم. لقد ظهر وضيع منكر خبيث معاند يقول إن الأمة في وهم من عهد النبي لليوم. فليعلم أن الإسراء أثبت بنص صريح في القرآن الكريم في سورة الإسراء، أما المعراج فأثبت بالإجماع وبالأحاديث النبوية الصحيحة، ويوجد نص في القرآن يكاد أن يكون صريحا في سورة النجم. وذكرنا بالأول الإجماع لحتى حدا ما يجي ويقول الحديث يؤول والآية نص غير صريح، ومن خرج عن الإجماع ضل وليس من المسلمين.